السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، وصفتنا لهذا اليوم رائعة وشهية، صينية الدجاج بالبطاطا. أرجو أن تنال الوصفة رضاكم، تصلح للغداء وكذلك للعشاء، وجبة خفيفة وشهية. إذا لم تكونوا مشتركين في القناة، الرجاء الاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب وكذلك مشاركة الفيديو لدعم الفائدة. في وعاء أو مقلاة على النار نضع ملعقة صغيرة من الزبدة وننتظرها حتى تذوب كليا. بعد ذلك نقوم بإضافة حبة بصل كبيرة مقطعة ناعم. نقلبها على النار حتى يتغير لونها قليلا على أن لا تحترق أبدا. بعد ذلك نقوم بإضافة حبة فلفل رومي كبيرة ومقطعة ناعم جدا. نقلبهما جيدا على نار هادئة حتى يتغير لون البصل ويصبح لونه أشقر. وبعد ذلك نقوم بإضافة مقدار 400 غرام من صدر الدجاج المقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم. تقلب جيدا على النار مع البصل والفلفل ونتركها قليلا، ثم نقلبها مرة أخرى. وبعد ذلك نغطي المقلاة أو الوعاء حتى تنضج كليا. كما تلاحظون بدأ لون صدر الدجاج يتغير. الآن نقلبه مرة أخرى ونغطيه ونتركه على نار هادئة. والآن بعد أن نضج صدر الدجاج نبدأ بوضع الإضافات. نضع مقدار 3/4 الكوب جزر مبشور، أي ما يعادل حبة جزر كبيرة. تقلب جيدا مع المكونات السابقة. وبعد أن تمتزج نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون لإضافة نكهة رائعة، ثم ملعقة من البابريكا وملعقة من الفلفل الأحمر الحلو، ملعقة من الكمون المطحون بالإضافة إلى نصف ملعقة من الفلفل الأسود، وأخيرا نصف ملعقة من الملح. نقلب المكونات جميعا مع التوابل حتى تختلط كليا. وبعد أن تمتزج نقوم بوضع حبة طماطم كبيرة مقطعة ناعم تضاف إلى المكونات السابقة ونخلطها مع بعضها. نغطي الوعاء ونتركه حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها. لاحظوا كيف أصبح شكلها نضجت تماما. نقوم بوضع رشة من النعناع الجاف، وهذا اختياري، يمكنكم وضع البقدونس المقطع. الآن نطفئ النار ونتركها جانبا. نجهز 5 حبات مسلوقة من البطاطا، أي ما يقارب 700 غرام، تقطع بالسكين. وبعد ذلك نبدأ بهرسها جيدا. يفضل أن تهرس البطاطا وهي ساخنة حتى نحصل فيما بعد على قوام كريمي وناعم جدا. أصبحت الآن ناعمة جدا وسهلة التشكيل. نقوم بإضافة نصف ملعقة من الملح وملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، وبعدها ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض الحلو. تمزج التوابل جيدا مع البطاطا المسلوقة حتى تختلط كليا، وبعد ذلك نتركها جانبا. الحشوة جاهزة أيضا لدينا. نأخذ صينية الفرن ونقوم بدهنها بالقليل من الزبدة، وبعد ذلك نضع الحشوة فيها. تساوى جيدا حتى تمتلئ القاعدة بها. ها قد أصبحت جاهزة. يجب أن يكون سطحها مستوي تماما. بعدها نقوم بإضافة القليل من جبنة الموزريلا، أو يمكنكم إضافة أي نوع جبنة متوفرة لديكم في المنزل. قمت بإضافة القليل من جبنة الشيدر أيضا. وبعد أن يتغطى سطح الحشوة جيدا بالجبنة نقوم بوضع ملعقة من الزبدة مذابة بدرجة حرارة الغرفة على البطاطا ونمزجها مع بعضها. استخدمت زبدة لورباك لما فيها من طعم ونكهة رائعة جدا. الطبقة الثانية لدينا أصبحت جاهزة الآن. نقوم بوضع البطاطا بالتدريج على سطح الحشوة. وبعد أن ننتهي من تفريغ الوعاء من المقدار كله نبدأ برصها جيدا هكذا وتسويتها لكي تتغطى الحشوة لدينا كليا بالبطاطا. نقوم بإزالة الزائد منها في الأطراف بهذه الطريقة ونستمر هكذا حتى نحصل على سطح متساوي تماما. تكون هذه المهمة صالحة للملعقة السيليكون. بعد ذلك نأخذ بيضة ونخفقها جيدا، ثم نقوم بإضافة 2 ملعقة من الجبنة الموزريلا عليها.
أو يمكنكم تقطيع جبنة كيري أو جبن مثلثات. بعدها نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح ونخلط المكونات مع بعضها، ثم نقوم بوضعها على وجه الصينية أو القالب بهذه الطريقة حتى نغطي سطح البطاطا كلياً. وبعدها رشة بسيطة من جبنة الشيدر، ثم نتركها في الفرن ما بين 12 إلى 15 دقيقة على درجة حرارة 180. وبعد ذلك وهي في الفرن نقوم بوضع رشة قليلة من النعناع الجاف، وهذا اختياري طبعا. عندما تنضج يكون هذا شكلها. نتركها لمدة 5 دقائق حتى تبرد قليلا. والله بصراحة منظرها رائع جدا ورائحتها ما شاء الله تملأ المكان. الآن مهمتنا اكتملت، نبدأ بتقطيعها بسم الله إلى مربعات تكون طرية جدا وسهلة التقطيع. هذا شكلها الرائع والنهائي. كما تلاحظون ما زالت ساخنة والأبخرة تتصاعد منها. توضع في طبق التقديم وتأكلوها بالصحة والعافية يا رب. أتمنى أن تجربوا وجبة العشاء هذه وتعطوني رأيكم بصراحة. وجبة عشاء ولا أروع. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكذلك الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة. انتظروني في فيديو قادم بإذن الله.